شيخنا سائل يسأل فيقول: كيف صلاة الاستخارة؟ وهل كما يقول الناس كما يقول بعض الناس تقوم وتصلي ثم تنام بعد ذلك؟ لا، ليس بلازم أن ينام الإنسان بعد صلاة الاستخارة، وإنما الاستخارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عزم أحدكم على الأمر فليصلي ركعتين ثم يقول هذا الدعاء، هو دعاء الاستخارة. وعبد الله بن الزبير رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه لما أراد أن يهدم الكعبة ويعيد بناءها على قواعد إبراهيم قال: إني مستخير الله ثلاثة أيام. فالقصد أن الاستخارة هي بعد الاستشارة، يستشير الإنسان الناس، فإذا اقتنع بالأمر يستخير الله تبارك وتعالى أن يقدم عليه أم لا، ولا يلزم أن ينام بعد ذلك. لكن المهمة في صلاة الاستخارة أن يصليها في غير أوقات الكراهة، وهي بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس، وعند كون الشمس في كبد السماء، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. هذه أوقات مكروهة لا يصلي فيها صلاة الاستخارة، وإنه يصلي صلاة الاستخارة إذا ارتفعت الشمس في الضحى، أو بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، أو من العشاء إلى الفجر. والله السلام عليكم.